بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذا مشاهدين الكرام تحدياتنا مستمرة وأشواطنا مستمرة من أرضية هذا الميدان ميدان الساد. نسير مع شوطنا العاشر أو الشوط أيضا العاشر يحمل فئة الأبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع الحاضرين والمنطلقين بهذا الشوط. نتقدم مع البداية واليافل اليافل اليافل مع المركز الأول سيف بن سعيد بن سيف الرميثي من يقدم لنا اليافل. بينما المركز الثاني تتقدم مزون عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري. بينما ننتقل إلى المركز الثالث تتقدم قطنة عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي قادما مع قطنه. بينما ننتقل ونتأخر إلى المركز الرابع وتابع هنا الوصول والتقدم من انذار أحمد بن محمد العوضي المنهالي. والمركز الخامس وصلت وتقدمت الظبي حمود بن علي بن صغير العمري غادم بو علي يقدم الظبي. بينما المركز الخامس هناك تابع انذار هنا أو أوتاد أحمد بن حمد بن محمد المزروعي. عدينا أيضا ست مراكز. المركز السابع وصلت هناك الأندلس غانم بن علي بن محمد النيادي. والمركز التاسع هذه العزوم سعيد بن سالم بن عامر العامري. والمركز العاشر التحديات حاملة الرقم خمسة هذه اللي واصل أيضا بشعار الدودة بن طبازة بن الدودة العامري. هذه مرة هذه النتيجة إذن متابعين الكرام مرة مع الدودة بن طبازة في المركز العاشر. نتيجتنا للعشرة الأسماء الأولى والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط. اليافل لا زالت يافل هنا مع المركز الأول سيف بن سعيد بن سيف الرميثي. ركز يا أبو سعيد ركز على هذا الموقع المميز موقع الفوز والانتصار موقع الناموس مع اليافل سيف بن سعيد بن سيف الرميثي. هنا تقترب من لايحة الاثنين كيلو متر هنا مع هذا المسار. بينما المركز الثالث قطنا مع المركز الثاني قطنا عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي بالمركز الثاني. والمركز الثالث هذه مزون عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري قادما مع مزون. المركز الرابع التحديات الأندلس غانم بن علي بن محمد النيادي غادم مع الأندلس. رباعية ولا أروع وشوف اللي وصلت في المركز الخامس هذه اللي هي العزوم سعيد بن سالم بن عامر العامري غادم مع العزوم. المركز السادس وصلت هنا أوتاد أحمد بن محمد بن حمد أو أحمد بن حمد بن محمد المزروعي مع المركز السادس. وهناك شعار سعيد بن سالم العامري ولكن بنعود خلاص نكتفي بهذا القدر. بنعود إلى الصدارة بنعود إلى المعركة حيث أن بعد قليل سوف نشاهد العروض سوف نشاهد التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اليافل وقطنة هنا يتبادل المركز الأول ما شاء الله. قطنة عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي يقدم لنا قطنة مع الألف ومئتين يا مضمرين يا متابعين هذا الشوط يا متابعين هذا المسار. وصلنا لائحة الألف ومئتين واقتربنا من الكيلو الأخير. ما باقي إلا القليل عن الفوز ما باقي إلا الكيلو الأخير يا مضمرين بقيادة قطنة عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. والمركز الثاني هذه اليافل سيف بن سعيد بن سيف الرميثي غادم مع اليافل. المركز الثالث
أتابع الأندلس غانم بن علي بن محمد بن علي النيادي يقدم الأندلس، بينما المركز الرابع وصلت مزون عبد الله بن هضبان العامري. المركز الرابع شوف اللي تدخلت بهجة سعيد بن سالم بن علي، سعيد بن سالم بن عامر العامري، ولكن بس البداية بسم الله. الله 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 الله، يا سلام يا سلام، يا اليافل اليافل اليافل، وقطنة قطنة قطنة طارت قطنة مع البداية. بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن. الرميثي والأحبابي، الأحبابي مع الصدارة، عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي، بن هادي الأحبابي مع قطنة، ولكن عادت اليافل عادت اليافل. يا سلام، ياهو شوط، ياهو تحدي، ياهو تحدي. اليافل اليافل، سيف بن سعيد بن سيف الرميثي، يا سلام يا ابو سعيد، يا سلام يا ابو سعيد. مع هذه العروض المميزة اليافل تنطلق وتقدم العرض المميز العرض الممتاز مع المئة متر الأخيرة. سلام يا الرميثي، سلام سلام اليافل سلام. اشكرك يا ابو سعيد، واسعد الله صباحك بكل خير مع هذا الحضور المميز. سيف بن سعيد بن سيف الرميثي، بينما المركز الثاني الأندلس غانم بن علي النيادي. المركز الثالث كانت فيه أيضا بهجة سعيد بن سالم بن عامر العامري. المركز الرابع الرابع قطنة عوض بن مهدي بن هادي الأحباب. المركز الخامس كانت فيه أوتاد أحمد بن حمد بن محمد المزروعي. التوقيت الزمني 6:46 سجلت معنا اليافل. سيف بن سعيد بن سيف الرميثي، تهانينا والناموس.